لصالح منتخبنا الوطني. لعب الكرة بالأسلوب قصير التحضير ممتاز. يا سلام عرضية لمنتخبنا ومحاولة رأسية وهذه كرة تسديدة. الله يا صهيب القاضي قضى عليهم بالكرة الماضية. صهيب القاضي الله الله الله. يا سلام يا صهيب يا لعيب يا صهيب. كنترول جميل وكرة في المرمى والهدف الأول لمنتخبنا. الله هدف أول جميل وأتت الفرحة يا صهيب القاضي. قضى عليهم. شوف هذه الكرة والاستلام والمحاولة وحكاية الهدف لمنتخبنا الوطني. إذا هدف أول للنشامى الصغار. الله أنت جميل يا صهيب، أنت رائع، أنت كبير. وهدف أول لمنتخبنا الوطني، هدف مقابل لا شيء. هذا ما تحدثنا عنه، الفرحة التي انتظرناها ولكن مقطوعة تعود لعلي. علي يسدد. أوبا لا يعترف إلا بالأهداف. علي الحجبي، علي الحجبي الله، سوبر سوبر يا علي الحجبي، ويسجل الهدف الثاني. الله الله الله. يا سلام يا علي الحجبي، قذيفة قذيفة، والهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. الله يا الحجبي، لا تحب إلا هذه الأهداف الجميلة، يفصلها في المرمى تفصيل. الله يا الحجبي. شوف هذه الكرة الماضية والإعادة للهدف، الكرة التي كانت لعلي الحجبي، والهدف الثاني الكرة كانت من أحمد أيمن بالأول. أخ يا أحمد أيمن ارفع إلى الكرة للأمام. عبد الله العالم، منتخبنا دي كرة بو، وما زالت. الله الثالث يا حلم، كم لي عام وأنا أتمناك وبأقدام النشامة. أنتم نشامة فوق العين وجوا العين. الله الله يا عبد الله العالم. هدف ثالث، انقلاب وانهيار لمنتخب نيبال أمام منتخبنا الوطني. إذن ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ثلاثة أهداف مقابل لا شيء. عبد الله العالم وأحمد أيمن، ويا سلام يا سلام يا شباب يا سلام. ولكن الأجمل الأجمل، جميع الأهداف جميلة، ولكن هدف علي الحاج بشوادي الكرة. أوه ثلاثة أهداف، ولكن منتخب نيبال يحاول، وبعد الهدف الثالث حاول بعدة كرات، ولكن منتخبنا. وهذه انطلاقة، هذه فرصة، هذه خطيرة، هذه كرة. محمد عبيتات يا سلام يا سلام عليك. والهدف الرابع لمنتخبنا الوطني عن طريق محمد عبيتات، وكرة كانت مدروسة لمنتخبنا ومحمد عبيتات. شوف لوحده، ويا سلام يا سلام يا سلام يا محمد، يا سلام يا محمد عبيتات. والهدف الرابع لمنتخبنا الوطني، أربعة أهداف مقابل لا شيء. أن نبدأ التصفيات بهذا الأداء وبهذه النتيجة. أتم أتم، هذا خطير، ارفعي، يلم الكرة ولكن مقطوعة من مدافع منتخب نيبال. أربعة أهداف جميلة. انطلاقة لمنتخبنا عبد الله. عبد الله العالم، عبد الله العالم، سوبر 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 يا عبد الله. الله الله الله، يا سلام عليك يا عبد الله العالم. والهدف الخامس لمنتخبنا الوطني، خمسة أهداف، خمسة أهداف يا شباب. برافو برافو. الله الله، يا الأبيض يا النشمي الذي سوف يحلق بإذن الله في أمم آسيا هناك في كوالالمبور بعد نهاية هذه التصفيات. شوف عبد الله لوحده ممتاز على يمين الحارس.
صعب جدا 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 ومستحيل أن يعود أمام منتخبنا الوطني. المنطق يفرض رأيه، وعبد الله دي خطيرة، بو الله يا عبد الله العالم، عبد الله عبد الله يسجل الهدف السادس لمنتخبنا، 6 أهداف من كثر الأهداف أخاف أن لا أستطيع أن أحصيها، 6 أهداف لمنتخبنا الوطني عن طريق عبد الله العالم. هذا الفتى قليل الكلام، هذا الفتى هادف الخط الهجومي وهدف عالمي. نعم لا أرى عبد الله العالم كثيرا، ولكن أراه فقط عندما يسجل الأهداف. عبد الله العالم أسماء نتعرف عليها، أجيال ترحل وأجيال تأتي، هذا حال كرة، الكل يذهب الكل يرحل ولكن تبقى كرة القدم. من جديد لمنتخبنا إرسال كرة داخل المنطقة، نشمي الله يا سراج المعايطة، كالسراج أنار الشباك بهدف السابع. الله يا سراج يعتلي ويسجل الهدف السابع لمنتخبنا الوطني. نعم هدف برأسية سراج، سراج يسجل، سراج يضع البصمة السابعة لمنتخبنا.